عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكواليتي اوف سيرفيس. النهاردة إن شاء الله هنفهم كده مبادئ عامة عن الكواليتي اوف سيرفيس. قبل ما نبتدي، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، فعل زر التنبيهات، واعمل لايك وشير للفيديوهات. بسم الله. أول حاجة عندنا، إيه هي تعريف الكواليتي اوف سيرفيس؟ ببساطة إن أنت هي قدرة النتورك ان هي تقدر ان هي تدي بيتر او سبيشال سيرفيس، خدمه خاصه او خدمه محسنه ليوزرز معينين او ابلكيشنز معينين على حساب اليوزرز والابلكيشنز التانيين، تمام كده، بحيث ان هي تخلي الفويس والفيديو والداتا ليهم اداء ثابت ومتوقع. يعني ابقى انا عارف لو انا جاي على حساب داتا معينه، فانا عارف ان الداتا ديت هتعاني، في مقابل ان انا مدي خدمه كويسه لفويس او فيديو او نوع معين من الداتا، يبقى انا برضو عارف ان انا مديله الخدمه ديت، تمام. طيب علشان نقدر ان احنا نعمل كواليتي اوف سيرفيس، لازم الاول اعرف نوع الداتا، ايدنتيفاي الترافيك اند اتس ريكويرمنتس. لازم ابقى عارف ايه انواع الداتا اللي عندي في النتورك وايه متطلباتها، تمام كده. فيبقى انا عارف ان في فويس وان في انواع معينه من الداتا، وابتدي اصنفهم، ابتدي احط كل نوع في كلاس معينه، اوقفه اجيبه كده على جنب، فابتدي عارف ان ده فويس وان دوت ميشن كريتيكال داتا، دي داتا خطيره او داتا مهمه جدا للشغل، وديت داتا مش مهمه للشغل. وبعدين ابتدي اطبق الكواليتي اوف سيرفيس بوليسيز على كل كلاس من دولت، ان انا ادي الفويس مثلا يبقى اولويز ان هو يطلع فيرست، ادي الميشن كريتيكال يطلع بعد الفويس، وادي البيست ايفورت انه ما يطلعش خالص. طيب خلينا بس نوضح كده حاجه مهمه قوي، كلمه بيست ايفورت في الكواليتي اوف سيرفيس معناها ان ده اقصى مجهود انا ممكن اعمله لها، اعمله للداتا بدون ضمان اي شيء. انا هشتغل بيست ايفورت، كلمه هنشتغل بيست ايفورت على الترافيك دوت مش معناه انه هياخد احسن حاجه، لا ده بالعكس، معناه ان هو ورزقه هيمشي كده على النتورك، بقى خد لقى باندويتس، ما لقاش باندويتس، عرف يجيب ديلي كويس، ما عرفش يجيب ديلي كويس، هو ورزقه، تمام كده. جميل. طيب اول حاجه، اول خطوه من الخطوات اللي احنا قلناها، ايدنتيفاي ترافيك اند اتس ريكويرمنتس، احدد ايه انواع الترافيك اللي عندي وايه متطلباتها، تمام. دوت يلزم ايه؟ اول حاجه ان انا اعمل نتورك اوديت، ان انا ابقى عيني دايما على النتورك بشوف ايه انواع الترافيك اللي على النتورك عندي، اعمل بزنس اوديت اشوف ايه انواع الترافيك المهمه للبيزنس وانواع الترافيك اللي مش مهمه للبيزنس. يعني انا لما جيت مثلا اعمل نتورك اوديت، طلع لي ان في 6 انواع من الترافيك، هم دولت هنعرف كل حاجه بقى بنعملها ازاي بعد كده. 6 انواع من الترافيك هم دولت اللي بيمشوا عندي على، او غالبيه الترافيك اللي بيمشي عندي في النت، ابتدي احدد والله الثلاث انواع دولت مهمين للبيزنس والثلاثه دولت مش مهمين للبيزنس، وبعد كده ابتدي بناء على كده احدد السيرفيس ليفل ريكوايرد لكل نوع من الانواع ديت، تمام كده. فناخد مثال الفويس. الفويس طبيعه الفويس ايه؟ ان هو بيمشي سموث، دايما ترافيك الفويس ثابت، ما بيطلعش وما بينزلش، لا الترافيك دايما بتاع الفويس ثابت، بناين يعني حميد، يعني ما فيهوش، مش جشع للباندويتس، دروب سنسيتيف وديلي سنسيتيف، حساس جدا لان باكتس تقع منه وحساس للديلي. طيب وهو بيستخدم اليو دي بي، اي ترافيك محتاج سرعه زي ما كنا شرحنا في كورس السي سي ان اي زمان، اول ترافيك، اي ترافيك محتاج سرعه فهو بيستخدم اليو دي بي. اليو دي بي لو تفتكر كويس هو ما عندوش ري ترانسميشن، فانا بالنسبه لي اي حاجه بتقع في الفويس ما بعمل لهاش ري ترانسميشن، دي حاجة. تاني حاجة، هو أنا أصلا محتاج أعمل لها ري ترانسميشن؟ يعني حتى لو اليو دي بي بيسبورت ري ترانسميشن، هل أنا محتاج أعمله؟ لأ. ليه؟ لأن دلوقتي زي ما قلنا المثال بتاع الحصة اللي فاتت، أنا لما قلت سلام عليكم،
لو اللام ديت وقعت، هل انا محتاج اصلا انها تتبعت تاني؟ طب ما هو اللي قدامي خد باله خلاص ان اللام وقعت، بس هو ترجمها ان هي سلام عليكم. ايه فايده ان انا ابعت له اللام لوحدها تاني؟ ليه؟ لان انا هنا معتمد على بني ادم هو اللي بيرسيف الترافيك ده. تمام؟ طيب ايه متطلبات بقى الفويس بناء على اللي سيسكو بتقوله؟ ان الليتنسي ما يزيدش عن 150 ملي سكند، ده وان واي، يعني لما يطلع من السورس يوصل لحد الديستنيشن 150 ملي سكند، الجيتر 30 ملي سكند، ما يزيدش عن كده. الباكت لوس ما تزيدش عن 1%، يعني لو انا باعت 1000 باكت فويس هم 1% بس اللي يقعوا اللي هم 10. بيحتاج باندويتس قد ايه؟ من 17 ل 106 كيلو بيت بير سكند على حسب نوع البروتوكول اللي انا بستخدمه في الفويس. والهيدرز بتاعته اللاير 2 اوفر هيد محتاج 150 بيت بير سكند، ده طبعا كلام فاضي. فهو عموما الفويس زي ما احنا قلنا مش محتاج باندويتس كتير. طيب نيجي للفيديو بقى. لا الفيديو بقى العكس، بيرستي يعني بيطلع فيه طلعات ونزلات، جريدي جشع جدا للباندويتس محتاج باندويتس كتير، دروب سنسيتيف وديلي سنسيتيف ويو دي بي. طيب خلينا هنا نفرق بين حاجتين، نفرق بين الفيديو ستريمينج وما بين الفيديو كونفرنس. الفيديو ستريمينج زي نتفليكس زي اليوتيوب ده مش ما بيبقاش ديلي ودروب سنسيتيف قوي، بتلاقي اخرك لو حصلت حاجه ان الكواليتي نزلت. الفيديو او بيقف عشان يعمل لودنج. الفيديو كونفرنسنج هو ده بقى المشكله، لان مفيش حد هيستناك تعمل لودنج، انا بتكلم وعاوزك تسمعني دلوقتي حالا. فهنا هو مين اللي بيتكلم على الفيديو كونفرنس؟ اهو فيديو كونفرنس. طيب ايه بقى متطلبات الفيديو كونفرنس؟ الليتنسي برضه ما يزيدش عن 150 ملي سكند، الجيتر ما يزيدش عن 30، والباكت لوس ما يزيدش عن 1%. بيحتاج باندويتس قد ايه؟ المكالمه الواحده بتحتاج من 384 ل 460. طبعا الكلام دوت ده كلام قديم قوي، ده من 20 سنه. هتلاقي النهارده لا، النهارده بيحتاجوا انا ما اعرفش كام بالظبط، بس انا اعتقد مش اقل من 4 ل 6 ميجا المكالمه اللي هي الهاي ديفينيشن، وممكن ترجعوا لها كده على جوجل بصوا عليها. تمام؟ طيب وفي بقى الداتا. الداتا بقى انواع كتير، في انواع داتا بتبقى سموث وانواع بيرستي تطلع وتنزل، وانواع بتبقى ثابته، في انواع ما بتحتاجش باندويتس عاليه وانواع جريدي، في انواع غالبيه الداتا دروب ان سنسيتيف مش حساسه للدروب. ليه؟ لان غالبيتها بتستخدم التي سي بي، ونفس الكلام غالبيتها ما بتتاثرش بالديلي لانها بتستخدم التي سي بي، فالتي سي بي بيقدر يعمل ريترانسميشن. تمام؟ خلي بالك ان ممكن يكون نفس الابلكيشن في كذا خاصيه، كل خاصيه محتاجه حاجه معينه. يعني فور اكزامبل الواتساب، لو انت بتبعت مسجز مش زي ما بتتكلم فيديو، مش زي ما بتتكلم فويس، كل واحد منهم محتاج حاجه معينه. فلازم ان انت تحدد بقى كل نوع من الداتا، هل هو مثلا ميشن كريتيكال، ترانزاكشنال يعني مش مهم قوي، بيست ايفورت ده اقل اهميه، ليس ذان بيست ايفورت ده بيسموه سكافنجر اللي هو الزباله، زي التورنت مثلا. بالنسبه للشركات التورنت ده يتمنع خالص، اي داونلود يتمنع خالص لانه بياخد باندويتس عاليه وهو مش مهم للبيزنس بتاعي. تمام؟ طيب تاني خطوة احنا قلنا عليها خطوة ان انا اقسم الحاجة في كلاسز، ابتدي اشوف كل نوع من الابليكيشنز واحطه في كلاس. يعني الفويس احطه في كلاس اسمها الفويس، الاي كوميرس مثلا التجارة على الانترنت احطها في الميشن كريتيكال، الترانزاكشنال احطه في، او الابليكيشن مثلا ترافيك اي نوع من الابليكيشن معين احطه في الترانزاكشنال، الحاجه اللي مش مهمه احطها في البيست ايفورت. فانا بيبقى عندي اربعه او خمسه كلاسز ببتدي اسكن فيهم الابلكيشنز بتاعتي، ولما احط الابلكيشنز بتاعتي ابتدي اطبق كواليتي اوف سيرفيس على كل كلاس من دول. الخطوه الثالثه ديفاين بوليسيز بقى، ابتدي احط بوليسي لكل كلاس، ايه المينيمم باندويتس، الماكسيمم باندويتس، ليهم برايورتي،
امانج ازاي الكونجستشن الاختناق لما يحصل على اللينك بالنسبه للكلاس دي، وده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه بقيه الكورس. طيب احنا علشان بقى نعمل امبلمنتيشن للكواليتي اوف سيرفيس ببقى عندي كذا طريقه. اول طريقه الكونفيجريشن اللي هي السيسكو سي ال اي. تاني طريقه حاجه اسمها موديولار كواليتي اوف سيرفيس سي ال اي، او اوتو كواليتي اوف سيرفيس، او الدي ان اي سنتر. طيب نشوف كده اول نوع ايه. السي ال اي ديت اقدم طريقه خالص ونون موديولار، وهنعرف دلوقتي يعني ايه موديولار، وما بتقسمش ما بين الكلاسيفيكيشن بتاعت الترافيك والبوليسي اللي بنعملها، فهي كانت عباره عن كونفيجريشن بتتحط تحت الانترفيس على طول، وما كانتش يعني الطف حاجه في الكونفيجريشن، كانت طريقه الكونفيجريشن بتاعتها معقده شويه. بعد كده جت سيسكو عملت الام كيو سي او الموديولار كواليتي اوف سيرفيس سي ال اي. فكرتها ايه؟ ان انت بقيت بتعمل موديولز، فبقت الكلاسيفيكيشن خطوه مستقله بذاتها، والبوليسي خطوه مستقله بذاتها، وتمبلمنت البوليسي تحت انهي انترفيس خطوه مستقله بذاتها. فبقيت تقدر تعمل كذا كلاسز، مثلا كلاس للفويس، وكلاس مثلا للفيديو، وكلاس للداتا 1 وداتا 2 وداتا 3، وتعمل مثلا نوعين ثلاثه بوليسي. بالبوليسي ديت بيبقى جواها ايه الخدمات اللي انا هديها لنوع الترافيك دوت، بوليسي مثلا 1 و2 و3، وفي عندي انترفيس مثلا فاست 0 على 0، انترفيس جيجا 0 على 0، انترفيس مش عارف مثلا جيجا 0 على 1. ونبتدي بقى نشوف بقى انا هاخد التو كلاسز دولت مع البوليسي ديت، وهاخد الكلاس ديت مع البوليسي ديت، والاثنين دولت مع البوليسي ديت، وبعد كده هطبق البوليسي ديت على الثلاثة انترفيس، وهطبق البوليسي ديت على الاثنين انترفيسز بس، والبوليسي اللي في النص ديت مثلا هطبقها على الانترفيس اللي في النص بس، وهكذا. فهنا هي دي فكره الموديولاريتي، ان انت بقى عندك موديولز بلوكات كده زي البازل زي الليجو، وتبتدي تحطهم مكان ما انت عاوز في الكونفيجريشن بتاعه الراوتر. طيب الحاجه الثالثه او الطريقه الثالثه اللي هي الاوتو كواليتي اوف سيرفيس. فكره الاوتو كواليتي اوف سيرفيس ان هو كوماند واحد بس بكتبه على السويتش او على الراوتر بيطبق لي كونفيجريشن بتاعه الكواليتي اوف سيرفيس اللي هي البيست براكتس بتاعت سيسكو. يعني ايه احسن حاجه سيسكو بتريكومندها ممكن اطبقها بكوماند واحد بس، وبعد كده ابتدي اعدل فيها. تمام. ميزه ايه الاوتو كواليتي اوف سيرفيس؟ الاوتو كواليتي اوف سيرفيس بتقدر ان هي اوتوماتيك تعمل، هي من اسمها باين اوتو، تعمل ابلكيشن كلاسيفيكيشن، تجنريت البوليسي، وتعمل الكونفيجريشن، وتعمل لي مونيتورنج، ودايما الكونفيجريشن بتاعتها ثابته، بحيث ان انا دايما اقدر اعدل فيها، فيبقى البيهيفير بتاعي ثابت دايما. وغير كده بعد ما هي بتعمل كونفيجريشن، الكونفيجريشن دي قابله للتعديل عادي. طيب نيجي على الدي ان اي، لو ارجع كده شوف تاني الحلقات بتاعت الدي ان اي او السلسله بتاعت الدي ان اي، هتلاقي ان انا اتكلمت فيها على الكواليتي اوف سيرفيس. فالدي ان ايه يقدر ان هو يعمل كلاسيفيكيشن للترافيك، كل كلاس من دولت لو تلاحظ فيها عدد معين من الابلكيشنز سيسكو عاملاه. تمام، يعني سيسكو مصنفه الابلكيشنز اوريدي للكلاسز، وبعد كده اقدر اجي جوه بقى كل، يعني دولت ايه الاول؟ دولت ابلكيشن جروبس، وحتى مقسمينها بزنس ريليفنت ديفولت وبزنس ايرليفنت، وبعد كده جوه كل او كل مجموعه من الجروبس دي تقدر احطها جوه كلاس. بص هنا في كذا كلاس اهمت، جوه كل كلاس في عدد من الجروبس، مثلا 10 جروبس 2 جروبس كده، وبعد كده اقدر ان انا اعمل لهم حاجه اسمها ماركينج، ان انا كل كلاس منهم اديها رقم معين، هنفهم طبعا الماركينج ده هناخد عنه حلقه كامله ان شاء الله، وبعد كده اقدر اطبق بوليسي
على كل كلاس منهم، فأقدر أغير الماركينج بتاع كل كلاس وأقدر أطبق بوليسي عليها أهوت. أقدر إن أنا هنا أدي مثلا باندويتس معينة على السيرفيس بروفايدر وأدي له نوع كيوينج معين، وأقدر أعمل بروفايل لكل سيرفيس بروفايدر. لو أنا عندي كذا وان ترافيك، يعني عندي كذا وان بروفايدر، على حسب نوع اللينك بتاعت البروفايدر ده تقدر أبلاي عليها بوليسي معينة للكواليتي أوف سيرفيس. فطبعا الـ DNA هو أحسن طريقة حاليا تكونفيجر بيها الكواليتي أوف سيرفيس. طيب هنا هو بيقارن ما بين الأنواع في سهولة الاستخدام، سهولة إنك تقدر تعمل لها فاين تيونينج تعدل فيها، الوقت اللي بتاخده عشان تعمل امبلمنتيشن، وهل هي موديولار ولا لا. فالليجاسي سي ال اي صعبه في الاستخدام، الباقيين الام كيو سي اسهل، الاوتو كواليتي اوف سيرفيس والدي ان اي بساط جدا. ability to fine tune الليجاسي يعني غلسه شويه، الاوتو كواليتي اوف سيرفيس ليميتد، الام كيو سي فيري جود، والدي ان اي التايم تو امبلمنت اطول طريقه الليجاسي، وفي نفس الوقت اقل موديولاريتي. الام كيو سي معقوله والموديولاريتي بتاعتها ممتازه. الاوتو كواليتي اوف سيرفيس اقصر طريقه لانها كوماند واحد بس والموديولاريتي بتاعتها ممتازه. الدي ان اي شورت يعني اطول شويه من الاوتو كواليتي اوف سيرفيس والموديولاريتي بتاعته ممتازه. فمن هنا تقدر كده تستنتج ان احسن طريقه تكونفيجر بيها هي الدي ان اي. طيب في عندنا بقى كام موديل للكواليتي اوف سيرفيس؟ في عندنا التلاتة موديلز للكواليتي اوف سيرفيس. في حاجة اسمها بيست ايفورت وانتجريتد سيرفيس وديفرنشيتد سيرفيس. البيست ايفورت ان اصلا ما فيش كواليتي اوف سيرفيس، كل واحد كده ماشي على الله. الانتجريتد سيرفيس ان انا في ابلكيشنز معينة بمهد لها الطريق وبحجز لها الطريق كأنه كده موكب رئاسي او ملكي، بقفل له الطريق من اوله لاخره عشان يمشي فيه. الديفرنشيتد سيرفيس هي محاولة للتنظيم سيران العربيات او سيران الباكتس في النتورك. طيب خلينا كده نشوف البيست ايفورت. البيست ايفورت كل الترافيك عندي بيتعامل معاملة واحدة، كله يتخانق كأنك انت دلوقتي ماشي على الطريق وما اي عربية تعدي اي عربية. الانتجريت طيب ده مزاياه ايه الاول؟ البيست ايفورت سكيلابيلتي بتاعته عاليه جدا ومفيش اي وجع دماغ، مفيش سبيشال ميكانيزم. عيوبه ولا في سيرفيس جارانتي ولا في فرق بين السيرفيس بين انواع الترافيك وبعضها، ده اللي هو شغال عندك النهارده في الشركه لو انت مش عامل كواليتي اوف سيرفيس. طيب الانتجريتد بقى سيرفيس موديل، لا ده خدمه خمس نجوم بقى كانك انت جايب له طياره خاصه تنقله. تمام؟ ازاي بقى؟ ان انا في ده بيحصل في ايه؟ في بعض انواع الفويس في بروتوكول كده اسمه ريسورس ريزرفيشن بروتوكول، بنستخدمه مع جهاز اسمه كول ادميشن كنترول. بيعمل ايه؟ قبل ما المكالمه بتاعت الفويس تطلع يحجز لها الطريق من السورس للديستنيشن، ويتاكد يشوف هي عاوزه باندويتس قد ايه ويحجزه لها. بص هنا اهو بيبعت لكل الديفايسز اللي في الطريق يقول لهم يا جماعه انا في مكالمه عندي طالعه احجزوا لها 20 كيلو باندويتس والديلي بتاعها ما يزيدش عن 200 ملي سكند، وكل واحد يحجز ويكونفيرم. وساعتها بقى المسج الكول ساعتها تبتدي تطلع، والار اس في بي ده قصه كبيره يعني. المسج بتاعته ممكن باث مسج ان هو يبعت يحجز بيها الطريق، ريزيرف ان الناس تبعت تكونفيرم عليه او الرواتر يبعتوا يكونفيرموا عليه ان احنا حجزنا، وفي ايرور وكونفيرميشن، وفي تير داون ان خلاص المكالمه خلصت ريليز الريسورسز خالص. فدي كده كانك الانتجريتد سيرفيس موديل كانه موكب ملكي او موكب رئاسي بيطلع فيه الترافيك يمشي بيلاقي الدنيا فاضيه ومحجوزه له وكل حاجه تمام. طيب البنفيتس بتاعته ايه؟ explicit resource admission control انت الحجز الريسورسز بتاعتك واضح وصريح. بير ريكويست بوليسي ادميشن كنترول كل ما ترافيك بيجي يطلع بيتحجز له ترافيك. عيوبه السيجنالنج بتاعه كتير جدا في النتورك، وما بينفعش في اللارج امبلمنتيشنز. يعني تخيل ان انت عندك مثلا في دوله ما
في 100، يعني هي مثلا تعداد سكانها مليون، وفي 100,000 واحد كل يوم لما بيمشوا بحجز لهم الطريق. طب ما كده مش فيش سكيلابيلتي خالص. فديت بتنفع في النتوركس الصغيرة اللي فيها ترافيك مهم جدا. طيب ايه بقى اللي بينفع في العادي؟ اللي هو الديفرنشال سيرفيس موديل، اللي هو انا بحاول اجارانتي ليك ترافيك معين، او احاول اجارانتي ليك خدمة معينة على حسب الظروف وعلى حسب مقدرتي. تمام كده؟ ده مزايا ايه؟ السكيلابيلتي بتاعته عالية، بينفع في احوال كتير، واقدر ادي كذا ليفل من الكواليتي. عيوبه ما فيهوش ابسولوت سيرفيس جارانتي، يعني السيرفيس فيه مش جارانتيد 100%، مش مضمونه 100%، والميكانيزم كومبلكس شويه، وده اللي احنا هنتكلم فيه بقيه السيشنز الجايه ان شاء الله. ما تنساش تشتغل في القناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك وشير للفيديوهات. شكرا، سلام عليكم.